ثلاث ثلاث فهاد السلع في انا يا ودي بشويه عليك حالك وشوفي حالتك كي دايره شوفي وانتي مريضه خرجي خرجي ضربك شويه البرد خرجي وبعد مني واش انت باقي ما بغيت تساليش من هاد البهوت وهاد التشلهيب ديالك والكذوب ها خرجتي عليا ضيعتي لي حياتي كنت صحابك راجل نديرك في كتافي كنت راسي وليت رجلين وليت خارجه نضرب تماره وجفه في الكراطه على العيالات وبالليل نكملها بالكباريات والسكيريه والطواليطات هادشي كله غير باش نجيب لك انت باش تاكل وتشرب لا خاصني نزيد نعطيك باش تسخن جيابك ها شتي امك عندها الزهر هي تفكت وانا طليتوك شتي بابا كون لقى لي عاونو يوقف معاه كون دا المشروع ديالو شحال هادي ما يتسنكش انتيا تبقى تعطيه الفلوس انتي اللي حطمتي لي كاع الاحلام ديالو فلوسو كاملين ضيعتيهم في التخربيق ديالك والخوان خاوي كاع المشاكل اللي جالسه كديري لينا ضيعت لي فلوسو كان عندو اللي تحرك ما يتبك بابا مسكين دابا خاصو اللي يوقف معاه ويعاونو باش يدير داك المشروع اللي بغا عيسى عطاتك الفلوس ها؟ كليتي لها مخا بقات لك الدرية الصغيرة وانا كنقول بني طحت عليك المحنة والمحبة حقا ما نفرطش في بنيتي وبنتي جات عندي وسمحت في امها وما نعرف اشنو تيقتيها تقتبيها بنيتي هادشي في خبر حورية في خبارها ولا ما في خبارهاش نتي تدخلي سوق راسك فلوسي هما فلوس بابا انا وياه واحد ياك اختي شوفي عدك يسحب لك باك حنين وعدو الكبدة وغيبغيك هادر ما كيبغيش تا راسو راسو ما كيبغيش سمعتي هذا شوي لحمك وتقديه وتعطيه ليه ياكلو ما كيقرش فيه والله بنيتي يا تياكلك لحم ويقدك ويلوحك بحال العظمة شي نربح عندي وانا عيط لك بابا وتجاوبني غير بكلمة نعمة بنتي هذيك هي الدنيا عندي